السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج في الضحى، وإن شاء الله يومكم يكون جميل وأيامكم أجمل. عاد يوم الخميس يحتاج أنك ترتب أمورك، تعرف أنك بتقعد مع أهلك ولا بتطلع مع ربعك ولا شلون بيكون جدولك عشان تستانس فيه. أما إذا تقرر ترقد اليوم كله ترى بيروح عليك. صباحكم الله بالخير. صباح الخير. صباح النور. ويمكن يسوي كل شيء. والله يسوونها بعد. إذا صباح الخير زملائي وصباح الخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج في الضحى. مواضيعنا راح تكون مختلفة لأن خميس، وإن شاء الله تكون مواضيعنا مميزة وتنال على إعجابكم. صباح الخير لك حنين ونايف، صباح الثقة طبعا وصباح السعادة. اليوم مثل ما قالوا زملائي فقراتنا اليوم متنوعة وعديدة، وفيها من خفة اليد وفيها من الجمال، فتابعوا إن شاء الله اليوم فقراتنا تستمتعون فيها. يا ربي وكفوف الرجال رفيعة، أسألك يا الله لا تبين غلاها، حب الوطن مخلوق فينا طبيعة، عجزة أحاسيس العرب لا تراها. يا ربي وكفوف الرجال رفيعة، أسألك يا الله لا تبين غلاها، حب الوطن مخلوق فينا طبيعة، عزة أحاسيس العرب لا تراها. تعلن على أرض الكرامة ولاها.
شعب نحصونه دون اداره منيع وقفات رجال صباح الخير، صباح الإبداع، صباح التميز وصباح الثقة والثقة بالنفس تحديداً، لأن هي مطلب يمكن الأفراد من الوصول لكثير من الأمور في حياتهم ويساعد طبعاً على تحقيق الأهداف والغايات اللي يطلعون إلها، فهي تعني قدرات الإنسان وإمكانياته في الحياة وقدراته طبعاً على تجاوز الصعاب. فإذا فقد الإنسان ثقته بنفسه فإنه لن يستطيع أن يحقق الإنجازات والأحلام التي يطمح إليها، ولن يستطيع أن يغير من نفسه وحياته نحو الأفضل. فدائماً نقول توكلوا على الله في كل شيء وكونوا واثقين من أنفسكم، وصباح الثقة والإنجازات زملائي. صباح النور حنين مرة ثانية، صباح الإنجازات، ولازم نكون إيجابيين دائما ونتذكر أن العمل يصنع لك في الحياة طبعا معنى، وأيضا النجاح يصنع لك هدف، والإصرار يصنع لك القوة يا نايف. فعلا ذاك المرة قلت لي أقرأ كتاب وقمت أقرأ كتاب، قلت لي قمت الصبح وقاعد أحاول أكون هاي من العظماء المفكرين اللي تقول عنهم شيخة والناجحين عشان ألف كتاب وخليها تأخذ من الكتاب وتقرأ منه في المقدمة. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله أيامكم تكون جميلة بجمال العلم والمعرفة. دائما تأكدوا أن عيالكم يستقون الأشياء الجميلة حتى لو فائدة واحدة في يومهم، لا تتركونهم على مواقع التواصل الاجتماعي على طول، لا تخلونهم دائما يكونون ماسكين الأجهزة الذكية أو يقعدون يلعبون في البلاي ستيشن والألعاب اللي هابين فيها الحين. إذا مر 24 ساعة ولدك ما أخذ فايدة ممكن أنه هو يشاركها أصدقاء، أعتقد أنه أنت ضيعت يوم من حياته. أكيد، ودام أن إحنا ما نتكلم عن تضييع اليوم، اليوم الخميس وحابين نستغله. بمنا طبعاً بلادنا الحبيبة قطر فيها أماكن سياحية كثيرة نايف، ممكن الواحد يروحها، وأنت بتروح اليوم؟ شوفي فيها ممكن وايد، أنا محتار يعني، ممكن كتارة، ممكن اللؤلؤة، ممكن سوق واقف، بعد الجو ترى تعدل شوي. صحيح، الرطوبة قلت أكيد. أكيد، نروح صوب البحر ولا نروح صوب أكوا بارك؟ بحر، شوي في شاليهات، في أكوا بارك. سعود راح أكوا بارك. راح هناك؟ إيه سعود راح أكوا بارك، نشوف معاكم تقرير. زميلنا سعود المضحكة راح أكوا بارك وما أدري إيش محضر لنا، نشوف معاكم. صبحكم الله بالخير جميعا، اصبح عليكم وعلى زملائي في الاستديو، ورجعنا لكم بفقره السياحه، واليوم متواجد في مكان مميز، حديقه اكوا بارك اللي اسست سنه 2010. طبعا هالمكان يتميز ان فيه العاب مائيه وناسب كل الاعمار، يعني من الصغير للكبير تقدر تجي انت وعيلتك، وايضا بعد في يوم مخصص للنساء. توفر الحديقه الكثير من الخدمات، عندكم المحلات والمطاعم، وما ننسى أكيد الألعاب المائية، وعندهم رحلات مميزة للمدارس على مدار الأسبوع. يتميز طاقم العمل أن عنده دورات وشهادات خاصة في الأمن والسلام، وعندهم عيادة خاصة موثقة من وزارة الصحة. تميز حديقة أكوا بارك أن عندها ألعاب تناسب جميع الأعمار من الصغير للكبير، وطبعاً عندهم النهر الكسول، وعندهم أيضاً برد سباحة. اللي يدور على المتعة وتغيير جو ويدور خضار وإنه يلعب بعد في الألعاب المائية، وعندهم برد سباحة، حياكم أكوا بارك. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ونرجع لزملائي في الاستديو وأشوفكم على خير.
زميلنا سعود يعطيك ألف عافية، نفس ما تعودنا معكم مشاهدينا ومع زميلنا سعود دائما كل خميس حريصين ناخذكم في جولة سياحية عشان تعرفون وين تقضون الويكند تحديدا مع النشاطات والفعاليات اللي موجودة عندنا، بالإضافة أن احنا نسلط الضوء على النشاطات والفعاليات بتفاصيلها في استوديو برنامج في الضحى. نفس ما تشوفون الأخبار في يدي اخترت لكم خبر من جريدة الراية ويقول لكم أشغال تفتتح جسرا ونفقا بطريق ريان. تعلن هيئة الأشغال العامة أشغال عن افتتاح جزئي لجسر جديد بتقاطع خالد بن عبد الله العطية ونفق جديد بتقاطع الشيخ خالد بن حمد الثاني، طبعا ضمن مشروع تطوير طريق الريان في المرحلة الثانية، اعتبارا طبعا من يوم الجمعة 15/2018 وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك طبعا لتوفير تدفق مروري حر ومباشر بين شارع الفروسية وشارع حوار تحديدا. هاي اول خبر من جريدة الراية، ودائما ناخذكم في جولة سريعة على صحفنا المحلية وتكون اخبارنا حريصين انها تكون مختلفة ومتنوعة في قطاعات عديدة ومختلفة في جريدة الشرق. والخبر اللي اخترنا لكم لهذا اليوم يقول لكم حكاية شعبية في حب الوطن، تبدأ عرضها تجريبي ان شاء الله اليوم. يبدأ اليوم العرض التجريبي لأوبريت حكاية شعبية في حب الوطن اللي هي من تأليف وإخراج الفنان شعري الكواري، وذلك طبعا على مسرح نادي الجسرة الثقافي، ويشارك فيه نخبة من الفنانين الشباب، ونقدر نقول تفاصيل أكثر عن هذا العمل وكلمات الأغنية للشاعرة حصة العواضي، وهذا مو بجديد على الإبداعات اللي احنا قاعد نشهدها بشكل مستمر عندنا العرب والوطن، نختار من العرب. وبالأخبار الرياضية والصحية وتنوعنا في المواضيع من جريدة العرب يقول لكم أسباير تطلق حملة تبرع بالدم بالتعاون طبعا مع حمد الطبية. تنظم مؤسسة سباير زون تحت شعار التبرع بالدم إنقاذ حياة حملة عامة للتبرع بالدم تحت شعار التبرع بالدم إنقاذ حياة، وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وذلك إن شاء الله راح يكون يوم غد الخميس، واللي راح يكون بحديقة سباير راح يكون بإمكان الراغبين في التبرع التوجه طبعا للوحدة المتنقلة اللي راح تكون من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء للمساهمة طبعا في إنقاذ حياة المرضى عبر توفير فئات الدم ووحداته المختلفة التي تحتاجها مختلف مستشفيات الدولة. مبادرة جدا جميلة وإنسانية بالتأكيد. وآخر خبر من جريدة الوطن ونتجه إلى كتارة، نتجه إلى كتارة وبرنامج ثقافتنا مدرسة. تطلق المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة الدورة الرابعة من برنامج ثقافتنا مدرسة في 10 أكتوبر الجاري، والذي نقدر نقول سيتواصل حتى نهاية العام الدراسي 2018-2019، وذلك بمشاركة أطفال رياض الأطفال وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، كذلك في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. هذه كانت جولتنا الأخبارية السريعة والمختلفة والمتنوعة، تفاصيل أكثر ومواضيع أكثر أكيد راح تكون في حلقتنا لهذا اليوم. يعني نايف وشيخة حاولنا قدر المستطاع ننوع بالمواضيع اللي موجودة عندنا في القطاع التعليمي الصحي، وقاعد نشوف سباير وتعاونها مع حمد الطبية، يعني قاعد نشوف تعاون كبير من خلال المبادرات اللي احنا قاعد نشوفها بشكل مستمر. أكيد بعد يعني أعتقد أول خبر ذكرتيه بالنسبة للبنية التحتية مع أشغال انهم افتحوا النفق هذا، انا قعدت امس اشوف بصراحه الاخبار، شفت الخبر بالتفصيل، خبر مهم جدا ضخم جدا يعني. صحيح. هذه المرحله الثانيه اعتقد، ولين الحين في تكمله لهذا المشروع، والله يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله، ونهايه المشروع هذا راح تكون ان شاء الله في نهايه 2018 طبعا حسب ما قرينا، وهذا المشروع يربط كثير من المناطق والمسارات بين اللقطه والريان والغرافه إلى الدوحة، يعني مسار فعلا جدا جدا مهم. يشكرون طبعا هيئة أشغال على إنجازاتهم المتميزة دائما والسرعة أيضا في الإنجاز عشان العالم يأخذون طبعا راحتهم لما يسوقون. ننتقل من نهاية أخبارنا هذه إلى مشاريع أخرى. نتكلم اليوم عن متاحف مشيرب، حيث فازت متاحف مشيرب
بجائزة أفضل الممارسات التعليمية من اللجنة الدولية للأنشطة التعليمية والثقافية، حيث تمنح طبعا هذه الجائزة تمنح إلى المؤسسة اللي تقدم ممارسات إبداعية في المتاحف، علما أن متاحف مشيرب تعتبر معلما مهما ورئيسيا في مشيرب قلب الدوحة. عشان كذي اليوم احنا يسعدنا نتحدث عن هذه الجائزة والنشاطات اللي يقومون فيها متاحف مشيرب من خلال الأستاذ حافظ علي رئيس متاحف مشيرب. حياك الله، صبحك الله بالخير. مرحبا أختي الشيخة، ومرحبا أخوي نايف، وسعيد جدا أن أكون معاكم على شاشة تلفزيون قطر اللي دائما تدعمنا في مسيرتنا في متاحف مشيرب، أن نقدم المزيد ودائما نتواصل مع الجمهور في توصيل رسالة متاحف مشيرب للناس كلها. أكيد هذا واجبنا. تستاهلون أخوي حافظ. في البداية نبارك لكم مرة ثانية بخصوص هذه الجائزة، لو تكلمنا عنها أكثر وكانت بأي مناسبة بالضبط أنتوا أخذتوا هذه الجائزة؟ طبعا الجائزة تمنحها اللجنة الدولية للمتاحف، في لجان خاصة في اللجنة الدولية للمتاحف، في لجنة خاصة اسمها لجنة الدولية للمتاحف للشؤون التعليمية والثقافية. طبعا هي تنظر للمتاحف برامجها التعليمية وتشوف كيف هي تقدر توصل رسائل مهمة نبيلة للمجتمع، وكيف المجتمع هذا يقدر يستفيد من هذه التجارب، بحيث أن هذه تكون بشكل تفاعلي بشكل مؤثر جدا في إرسال الرسائل الموجودة خاصة بالتعليم والجيل الجديد، أنهم يستفيدون من تجربة المتاحف هذه كلها. وطبعا الجائزة يعني أنا أهديها، يعني هي الأخوات اللي قاموا عليها في قسم التعليم عندنا، وأنا صراحة فخور فيهم جدا لأنهم شباب وبنات قطريات عملوا بجد، لأن الموضوع اللي تناولوه كان موضوع جدا صعب، وهذا اللي يعني شافوا اللجنة تناول موضوع الرق القديم والرق المعاصر، وكيف تقدر أنت توصل الرسالة هذه بطريقة تفاعلية بطريقة تكون ممتازة للجيل الجديد أنه يستطيع أن يتفهم الموضوع هذا. فكانت الأخت الشيخة موزة بنت عبد العزيز الثاني هي اللي كانت مشتغلة على البرنامج، واستطاعت من خلالها عمل كتيبات خاصة فيها نوع من التشويق وفيها نوع من الجو التفاعلي، اللي استطاعت من خلالها تقديمها للجنة، واللجنة لما شافتها هي أخذت طبعا المركز المتقدم دائما، وهذا يعني إنجاز قطري من شباب وبنات قطر للعالم. وأيضا كان لنا حضور مميز أن نثبت أن في قطر في كفاءات شابة تستطيع أن تضع قطر في المحافل الدولية، فنبارك لهم هذا الإنجاز، وأنا سعيد أن أكون يعني جزء من هذا الشباب والمجموعة اللي من وراء هذه الإنجازات هذه كلها. أكيد طبعاً إحنا بدنا أيضاً دورنا نبارك لكم على هذا الإنجاز، وطبعاً فخورين جداً بشبابنا القطريين المنضمين ما شاء الله عليهم، وهم شباب توهم يعني في أوج نشاطهم وقاعدين يحركون العملية التعليمية من خلال متاحف مشيرب وغيرها من المؤسسات. نتكلم اليوم عن مبادرات كثيرة أطلقتها متاحف مشيرب، تكلمنا عن هذه المبادرات خاصة أن هي تعزز ثقافة تعليم تاريخ قطر. أي نعم، هناك يعني مبادرات كثيرة، يعني احنا من إنشاء أو إطلاق متاحف مشيرب عملنا كثير مبادرات مع كثير من الجهات، يعني خصصنا كل مبادرة لشريحة معينة من الناس. يعني في على المستوى الجامعي تعاملنا مع كلية لندن الجامعية نحفز الشباب أنهم يتعاملون مع المتحف كمنصة ثقافية، ومن خلالها يستطيعون أن يبرزون إبداعاتهم، فكان التعاون بيننا وبينهم على إنشاء معارض تخص تاريخ قطر وتاريخ مشيرب، ونحفزهم أنهم يدخلون في موضوع كيف ممكن هم يصنعون أو يخلقون معارض روائية تخلق يعني أو تسرد قصة مهمة في تاريخ قطر. فكان المعرض في العام السابق العودة إلى مشيرب اللي استعرض كيف مشيرب انتقلت من حي تجاري إلى حي ثقافي، استقطب كثير من الجاليات ومن الناس اللي عاشوا في مشيرب وساهموا في إنجازات قطر. العام الماضي طبعا كانت تحدي كبير عندهم أنهم يتناولون قضية المرأة ودورها في المجتمع، وشلون تطورت إنجازات المرأة من قبل النفط إلى ما وصل إليه الآن،
وكان المعرض سموه أهمة، حنا بنات قطر. واعتقد كان المعرض مميز جدا، انه ابرزوا كثير من الشخصيات اللي ساهمت في انجازات قطر، وايضا اسقط الضوء ان كيف استطاعت المراه القطريه ان تجد لها مكانه مهمه في قطر وفي تاريخ التطور والتقدم اللي قاعد نشهده الان. زين الحين لما نقول متاحف مشيرب، يعني العاده لما كلمه متاحف الواحد يتخيلها ممكن تكون لوح، اشياء قديمه محطوطه محافظين عليها والناس ممكن ياخذون فيها لفه مع بعض المعلومات وكذا، لكن احنا نتحدث في برامج تعليميه. نتحدث في مو بس مجرد تعليم، لا، انتم دخلتوا في تعليم وتطور وتكنولوجيا في الموضوع. من متى بديتوا في هذه الخطوات وشلون قاعد تشوف المراحل اللي انت تمرون فيها، خاصه ان انتم قمتوا تحصلوا ما شاء الله على جوائز في المواضيع هذه؟ نعم، طبعا مفهوم المتاحف قاعد يتطور في العالم ككل. المتاحف يعني في المفهوم القديم كان فقط مكان للعرض او في مكان لحفظ المقتنيات التراثيه. المفهوم الجديد الان اللي ندخل فيه في العالم ككل، المتاحف هي منصه ثقافيه. المنصه الثقافيه اللي تسرد التاريخ وتكون وثيقه مهمه في تاريخ البلد، ومن خلالها يتفاعل الناس والمجتمع مع المتحف ليبرزوا تاريخ المجتمع. فصارت المتاحف منصة ثقافية، منصة شبابية، منصة تجارية، تستطيع أن تستقطب كل جميع المؤسسات أنهم يشاركوا في تقديم أفضل صورة للمجتمع. فهذا المفهوم الجديد، وهذه سياستنا وهذه رؤيتنا. يعني طبعا الرؤيه استمديناها من صاحبه السمو الشيخه موزه بنت ناصر، رئيسه مجلس اداره مشيرب العقاريه، اللي وراء كل الانجازات اللي نشوفها في مشيرب العقاريه. لان مشيرب دائما راح تكون المدينه الذكيه، المدينه اللي راح تستقطب كثير من المراكز التجاريه والمراكز الثقافيه والمراكز الحيه اللي راح تكون في قلب الدوحه. فالمتاحف مشيرب كونها هي الجزء المفتوح للجمهور، استطعنا في خلال الفترة الثلاث سنوات اللي تم افتتاحها نقدم شريحة مختلفة، نقدم منتج ثقافي مختلف يستطيع المجتمع أن يشارك فيه، ويستطيع المجتمع يتفاعل معه ويقدم صورة حضارية لدولة قطر. وإن شاء الله يعني في برامج يعني راح نتكلم عنها، يعني دائماً يعني تضعنا يعني نكون فخورين بشبابنا وبإنجازاتهم وكيف المؤسسات كلها تكاتفت لتقديم صورة حضارية عن التقدم اللي صاير في أكيد. وإحنا راح نستمر معاك أيضا في نقل هذه الصورة من خلال متاحف مشيرب، لكن راح نروحك زميلنا عبد الرحمن العمادي في معهد قطر للحوسبة، نشوف عبد الرحمن إيش عنده ونصبح عليك بالخير يا عبد الرحمن. وأصبح عليك بالنور زميلتي شيخة، وأيضا أصبح على الزملاء في الاستوديو والسادة المشاهدين. طبعا متواجد حاليا في معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة، وحيث عندهم اليوم ورشة عمل أمن الغذاء والذكاء الاصطناعي. وللحديث عن هذا المعهد والورشة ينضم معنا مجد عبار، مدير التسويق التجاري في معهد قطر لبحوث الحوسبة. صباح الخير أخوي مجد، بداية يا ريت لو تكلمنا عن هذا المعهد. السلام عليكم، صباح الخيرات. معهد قطر لبحوث الحوسبة كما ذكرت هو جزء من جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر. نحن هون بنقوم بأبحاث تطبيقية بعلوم الحوسبة، فخاصة في مجال تقنيات اللغة العربية، تحليل البيانات، الأمن السيبراني والحوسبة الاجتماعية. هلأ كافة الأبحاث هي بتتضمن عنصر من عناصر الذكاء الاصطناعي، فهون كان القرار انه انشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي، بحيث يتم لم كافه هذه العناصر بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد. يعني فطبعا نحن بعض الابحاث مثل التعرف على الكلام، التحليلات التنبؤيه للبيانات، التعلم الالي، فهي يعني نبدا عن المعهد وكيف بيتعلق بالذكاء الاصطناعي. شنو اهداف المركز يعني الرئيسيه؟ أهداف المركز هو كيف ممكن تسخير التقنيات والتكنولوجيا لخدمة المجتمع. هذا أول شيء، المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي. والحمد لله معهد قطر لبحوث الحوسبة حاليا يعني له مراكز أولية في العالم من ناحية الأبحاث والنتائج التي نقوم بها. طيب، واليوم عندكم طبعا ورشة عمل أمن الغذاء والذكاء الاصطناعي، كلمنا عن هذه الورشة.
أكيد. هلا الأمن الغذائي طبعا موضوع هام جدا خاصة في أوقاتنا هي يعني. فبالنسبة لموضوع الأمن الغذائي، كيف ممكن نستخدم التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي بشكل عام والبيانات الموجودة لتحسين وضع الأمن الغذائي؟ هلا الأمن الغذائي هو عبارة عن كيف ممكن نتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية الكافية للمجتمع، كيف ممكن نتأكد إنه هالمواد هي سهل الوصول إليها، كيف ممكن استهلاكها والتأكد من استمراريتها. فهذا هو أهم شيء بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي. طبعا هي بالنسبة للماء والغذاء بنفس الوقت. فهون بيجي الموضوع إنه وين يعني شو الرابط بين البيانات والأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال عندنا المحلات التجارية مثل السوبر ماركت، هدول المحلات عندهم بيانات هائلة بالنسبة للاستهلاك، شو نسبة الاستهلاك لمواد معينة بمواسم معينة وغيره. ممكن نستخدم هاي البيانات لكي يعرف المحل التجاري كيف يطلب المواد الغذائية بحيث يناسب الطلب مع العرض، فما بيتم تخزين بضائع وتتلف أو ممكن تنتهي صلاحيتها. هي واحدة منهم. استخدام الصور من الدرونز، الطائرات المسيرة على سبيل المثال، ممكن منها معرفة وضع المياه في البلد، أمور أخرى من هذا القبيل يعني. طبعا مثل هذه الورش في المعهد، هل أي حد يقدر ينضم لها ولا طلاب الجامعة ولا شلون يعني؟ أكيد هو معهد قطر لبحوث الحوسبة مفتوح للجميع بشكل دائم. لدينا ورشات توعية، تعليم للحوسبة وما غيره يعني، وهذا طبعا شيء دائما متوفر للجميع بشكل دائم. وشلون طريقة الانضمام لهذا؟ معهد في الموقع معهد قطر لبحوث الحوسبة qcri.com موجود عليه كافة المعلومات وكافة الفعاليات بنقوم فيها. وبالنسبة للمركز الذكاء الاصطناعي، الموقع هو qcai.qcri.org. سيد مجد عبار، مدير التسويق التجاري في معهد قطر لبحوث الحوسبة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. طبعا مشاهدينا مثل ما سمعنا وشفنا من مركز بحوث جامعة حمد بن خليفة أو معهد قطر لبحوث الحوسبة، هذا كل ما لدينا من هنا، وعودة إلى الزملاء في الاستوديو. زميلنا عبد الرحمن يعطيك ألف عافية من معهد قطر لبحوث الحوسبة، ما قصرت على المعلومات اللي قدمتها. شكرا لك وضيفك، وأكيد مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام ومستمرين في برنامجنا في الضحى وفقراتنا المختلفة والمتعددة. فقراتنا الحين تهم كل امرأة، لأن لا تكتمل أناقة المرأة وجمالها إلا باختيار المكياج المناسب على طبعا حسب المكان توقيت المناسبة، كما أنها نقدر نقول تحب معظم السيدات أنها تضع المكياج المناسب لتظهر بصورة جميلة وتبرز جمالها أكثر وأكثر. وما لا شك فيه أن المكياج المناسب نقدر نقول يظهر جمال المرأة ويخفي ما قد يوجد في ملامحها أو بشرتها من عيوب، لكن مهم هو اختيار نوعية المكياج اللي أنت تخلينه وكذلك الألوان. فيجب عليك أن تختارين المكياج المناسب للون بشرتك عشان تظهرين بالشكل اللي تبينه. بعض الخطوات والأساسيات راح نتعرف عليها مع خبيرة التجميل القطرية عفرة المري. حياك الله يا عفرة. الله يحييك ويسلمك عفرة، يعني سعيدين دائما تواجدك معنا بالتأكيد بالنصائح اللي تقدمينها. قبل كنتي مع شوق والحين موجودة واليوم معاي إن شاء الله. فاليوم حابين يكون عندنا اليوم فقرتنا غير، فقرتنا غير بتكون لايف. اليوم بتكون لايف، بسوي لها ميك اب صباحي وشون اقدر انا احاوله حق مكياج سهره او مكياج مناسبه. فاول شيء انا هيئت بشرتها، حطيت لها الفونديشن والمرطب، اول شيء المرطب والفونديشن كونسيلر، وحددت لها حواجبها. الحين بسوي لها لوك صباحي. اللوك الصباحي يعتمد على اهم شيء انه البشرة تكون صحية ويكون فيها ترطيب عالي، وبحط لها ماسكرا وشيدو خفيف وبلاشر وغلوس. يعني هاي مكياج هاي مكياج الصباحي حق دوام، حق جامعة، حق تلفزيون، حق تلفزيون. ايوه. عقبها بغمج، بحط لها كحل، بحط لها رموش وبغمج لها الروج. نعم. بيكون هالشكل مناسب حق المساء او حق سهرة. احنا راح نشوف كل هذا الشيء الحين عملي. انت اوريدي هيئتي البشرة، حطيتي فاونديشن، اثناء ما انت الحين قاعد تشتغلين لو بس تكلمين مشاهدينا عن نوعية الفاونديشن انت تفضلينها للبشرة وكيفية اختيار اللون المناسب للبشرة نفس ما سمعتي في يعني مقدمة. هي بشرتها كان فيها مسام. أيوة. وكان فيها حبوب. اول شيء غطيت لها الحبوب
كوركتر، استخدمت لها كوركتر اللي هو الأخضر لأن الحبوب اللي فيه بشرتها حمراء. عقبها حطيت لها اللي هو برايمر حق المسام، عندها مسام تحت وعلى خشمها. عقبها حطيت لها كوركتر لون غامج، كونسيلر غامج تحت عيونها لأن عندها شوية سواد من السهر ومن التعب طبعا. فبعدها حطيت لها فونديشن، خلطت لها كذا نوع فونديشن حطيتها على بشرتها. عقبها حطيت لها لوز باودر عشان انا اثبت الفونديشن. حلو، نستخدم الحين الالوان ونشوف شلون راح يكون المكياج الصباحي اللي قاعد تتكلمين عنه اختياراتها. انا بشوي بروح حق الالوان الورديات لانه هو اللي يناسب الصبح اكثر، يعني الورديات المشمشي. ما عم تصدقين في ناس يحبون الالوان الترابيه، يعني انا مستحيله، يعني لان دائما تكون تحسينها لوك على حسب، وتعرفين ومن يعني الصيف مثلا بتروحين على البرتغاليات والبرونزيات، على الشتاء شوي بتروحين على الالوان الدافيه اكثر. نشوف الحين مع مشاهدينا كيفيه عمل مكياج صباحي خفيف وكيفيه انه يتحول بعدين الى مكياج سهره. طبعا انا انفض اللون علشان ما يطيح تحت العين، واحيانا يحطون لوز باودر اي انا شوي عشان يتم تنظيفه. بحط لوز باودر حق المرحله الثانيه. طبعا كل خبيره تجميل لها تقنيه خاصه فيها، تتحكم بالفرشه، بالالوان اللي تفضلها، بالبراندات اللي هي تحب تحطها. يعني مثلا عفرة خلطت اكثر من نوع فاونديشن، يمكن اكثر خبيرات التجميل يحبون يخلطون الفاونديشن، بس في نوعيات يمكن كون المبتدئين يفضلون فاونديشن واحد معين. متى نستخدم الفول كفر ومتى نستخدم الفاونديشن؟ على حسب نوع البشرة، يعني حرام تيجي بشرة وايد صافية تستخدمين لها فول كفر يوميا، هذا بالتعبين البشرة. بس لما تستخدمين مثلا الصبح ميديوم كفر وحق مناسبة حق سهرة طويلة، يكون تعرفين احنا شوي جونا حار فنحتاج شوي فول كفر عشان يتم فترة طويلة، يعني الصبح شوي عشان البشرة تتنفس لأن بعد جونا حار الصبح. فيفضل بعد نستخدم واقي الشمس عقبها نحط اللي هو الفونديشن. سبق وتكلمنا على أهمية واقي الشمس. عفرة ما تخليش تشتغلين، وراح نتكلم بالتأكيد أثناء ما أنت قاعدة تشتغلين. دور الموديل دور مهم جدا كبير لأي خبيرة تجميل، لأن أحيانا الموديل تبرز جمال المكياج، فعند اختيارك الموديل على أي أساس تعتمدين؟ على انها ما يعني تكون ثابته، هاي اهم شيء عندي، وتكون تساعدني في التحرك، وما يكون عندها مثلا تقول لك لا ما لا تحطي لي ولا تفعلي لي وهاي الامور، لان انت قاعده تطلعين شغلك. صحيح. فكل ما كانت الموديل معك متعاونه كل ما طلع شغلك بصوره اوضح. صحيح. تمام، اثناء ما احنا الحين قاعد نشوف هذه الخطوات السريعه، الميك اب راح يكون سمبل نفس ما انتم تشوفون، اعتمدت عفرة على الالوان الورديه والفاونديشن تم خلطه باكثر من نوع لين ما يخلص الميك اب الصباحي. شيخه ونايف مندمجين معانا صح؟ انا قاعده اشوف لوحه فنيه ما شاء الله، يعطيها العافيه طبعا ما قصرت خبيره التجميل. ونرجع مره ثانيه مع ضيفنا اليوم، نتكلم عن متاحف مشيرب. قبلها خلصتي والمخلص خلصت مستمرين؟ لا بس تقدرون تتكلمون عن المتاحف اثناء ما احنا قاعدين نخلص الميك اب الحين. ما هني جمال، هني جمال وهني جمال، بس نشوف احنا هاي تبون تشوفون الفاونديشن. اوكي ابغاها وبرس لها عشان احط لها البلشر بحط لها ماسكارا وبس، هاي بيكون مكياج صباحي. عقبها على طول ببلش في الخطوة الثانية اللي هو المكياج. أيوة. المسائي، هو مكياج مسائي أو مكياج السهرات، لأن الحين أصلاً مكياج السهرات صار يعتبر مكياج ناعم يستخدمونه بشكل ناعم. زين احنا انتم خلصوا المكياج، خلصوا وجه الموديل، لما نخلص احنا طبعا مع اخونا حافظ علي رئيس متاحف مشيرب. يعني مشاركه الطلاب في التجربه التعليميه في المتاحف اكيد من خلال جامعه لندن الجامعيه لها وقع عندكم انتم يعني في متاحف مشيرب، تكلمنا عن هذه المشاركه. طبعا يعني هي كانت تجربتهم انهم يقيمون معارض، دائما يستفيدون من تجربه المعارض كيف تصنع حكايه المعرض
وتبدا انت تبحث وتبحث في الجانب التاريخي والاستقصاء على المعلومات الموجوده. بعد ذلك تفكر في طريقه العرض، طريقه العرض بشكل تفاعلي يشجع الزائر او اللي جاي يشوف المعرض انه يتفاعل مع الماده. طبعا هذه برنامج يعني احنا اشتغلنا مع طلبه، طبعا هناك ايضا برنامج اخر احنا اطلقناه اسمه برنامج اصدقاء متاحف مشيرب. طبعا هذا البرنامج استهدف يعني فئتين، الفئه الاولى كانت المدرسين والاكاديميين اللي في المدارس بمختلف المدارس. طبعا احنا عملنا معهم ورش عديده كيف ممكن احنا نصب او نوصل هذا الثراء المعرفي اللي موجود في متاحف مشيرب لطلابنا في المدارس. فكانت تجربه جدا جميله، وتم تخريج اول دفعه من المعلمين اللي صاروا اصدقاء للمتاحف. تتيح لهم المتاحف انهم يستخدمون المتاحف كارضيه يستطيعون ان يتكلمون عن تاريخ قطر والانجازات اللي صارت. شفنا التجربه كانت جدا ناجحه، فكررنا التجربه مع مراكز شبابيه. المراكز الشبابيه تم تدريبهم ايضا انهم يكونون كسفراء سياحيين ثقافيين، يستطيعون انهم يتكلمون عن هذا التراث ويستخدمون المتاحف كنوع من المصادر اللي تاكد هذا الثراء الثقافي الموجود. والحمد لله استطعنا ان نخرج ايضا مجموعه من السفراء واللي صاروا اصدقاء المتاحف، وهم اللي صاروا دائما يتكلمون في محافلهم عن التاريخ الثري اللي موجود في دوله قطر. الله يعطيك العافيه، وبصراحه اشياء كبيره قاعدين تقومون فيها، واحنا نفخر فيكم بقيادتك وبجميع الموظفين اللي ذكرتهم انت وشكرتهم واثنيت عليهم. سيد حافظ علي رئيس متاحف مشيرب، الله يعطيك العافيه وموفقين ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. احنا راح ننتقل الى اهم شيء جمال النفس ترى. اهم شيء بعد جمال الوجه بعد مهم جدا المكياج، يعني مهم جدا انه يكون ايضا متناسق وتكون الوانه هاديه خاصه اذا كان مكياج صباح. صحيح، وجمله وكلمه وايد حلوه، جمال النفس هو اللي راح ينعكس على الشكل الخارجي بالتاكيد اخوي نايف، واكيد احنا مستمرين معاكم. وصلنا الى خطوات متقدمه قليلا، الحين قاعده نحط الرموش. اختي عفرة عاده في خبيرات التجميل يحطون صمغ على طول ويحطون الرموش، وفي بعض انا شوي اجف اخليها اجف شوي عشان انا لما احطها ما تطبع ما تلعوز تكون اسرع. ايوه يعني حاليا هذا هو المكياج الصباحي، هذا المكياج بس ناقصه مسكرة واللي هو الجلوس، هاي مكياج صباحي اوريدي محدده انا حواجبها. الحين انا شنو بسوي؟ بحط لها الرموش، بحط لها شويه جلتر، بيكون هاي مناسب حق المساء. نعم يختلف، في يمكن ناس بيحبون في جلتر، من غير جلتر يكون مناسب للسهرة. نفس ما قلنا من شوي انه بشكل عام الحين حق المناسبات صار الميك اب الناعم هو اللي دارج اكثر. والحين حطينا الرموش نفس ما انتم قاعد تشوفون. حبيت الشغل على الحواجب عفرة، وايد حلو حبيبتي، شكرا. وبعد احنا نحدد الحواجب على طريقة الوي، يعني انا ما اقدر احط لها حواجبها وايد قريبة ومساحة عينها متباعدة، فهو على حسب نوعية العين احنا نرسم الحواجب. يعني في رسمة معينة بهالطريقة نرسم احنا الحواجب، في قياس اكيد أيوة للعين ومساحة الوجه عشان نرسم بهالطريقة. اللي استخدمتي باودر ولا شادو ولا قلم؟ لا انا استخدمت لها جل لانها هي مسوية تاتو. تاتو ايوه. الحين ببلش احط لها الكحل. open your eyes there. بحط لها الكحل عند مدمع العين فقط. ايوه يمكن على النهايه. ايوه حتى الهايلايتر، الهايلايتر انا حطيته. ايوه يعني في بعضهم اللي عندها مسام ما يصير احنا نحط لها هايلايت وايد، هذا بيبين لنا المسام اكثر. والكونتور موضوع جدا مهم طبعا، عشان بنصغر الانف وشون هاي اهم شيء، فلازم الحين تسوينه. وشون نبرز الخدود، وشون تبرزين الخدود، وشون تقللين من مساحه الجبهه. اعتقد ان الحين ما شاء الله اغلبيه البنات صاروا عارفين كيف. اي ما شاء الله، لأن في السوشيال ميديا الكل طالع، صحيح الكل يطالع والكل يحط،
فالحين انا بسوي لها كونتور. الكونتور انا في الخطوات النهائيه صحيح إيه حاليا إيه. الكونتور احس من اهم لازم الأشياء. نستخدم بعد فرشه حاده أيوة. عشان احنا نبرز لنا تحديد التحديد أيوة. يعني انا شوي بحدد لها هي ما شاء الله عليها المود الحلوه اي ما شاء الله. فالحين راح نسوي الكونتور بنصغر شوي من الانف وما نحطه وايد واضح يعني نحاول ان احنا شغلنا يكون كله مدموج. هي نفس الفرشه اللي تحددين فيها وتدمجين فيها كذلك أيوة. بس حق الخد والجبهه بنستخدم فرشه شوي اكبر. بثواني قليله ودقائق شفنا شلون تحول مكياج من مكياج صباحي الى مكياج مسائي او مكياج سهره. يمكن يكون بهذه الطريقه او يمكن اضافه الجلتر نفس ما انت ذكرتي ليتحول الى بغيت اقول برنامج الى ميك اب سهره. ايوه الحين انا بحط لها الجلتر وخلص بنكون هالشكل خلصنا. وما اخذ وقت وايد الالوان جدا بسيطه في لان الادوات صارت اسهل وكل شيء متوفر الحين في السوق فبعد يسهل علينا ان احنا نخلي خطواتنا سريعه. ايوه وعفره خطوه الجلتر احيانا انا في ناس اشوفهم يفضلون ان يخلصون الجلتر والشادو بعدين يبتدون يحطون. شوفي لان هذا كريمي فانا مجرد ان انا احطه شوفي شلون ما راح يخرب لي شغلي. نقدر نحطه بعد شوي هنا عند مدمع العين. واختيار الروج راح يكون كيف؟ بما انه في جلتر احس انه يمكن يكون شيء وايد بحط لها شويه نود انا. ودائما قاعدة عندنا أساسية إذا كان شغل في العين وايد يفضل إنه يكون أيوة. فاتح أيوة. في شفايف والعكس صحيح. صح. أول شيء نحدد الشفايف ما نكبر وايد يعني نسوي تحديد بسيط عشان نحط الروج. في بعض العادات الخاطئه يمكن تروح بعض الفتيات الى خبيرات التجميل تقول لك والله انا غير شكلي سوي شكلي نفس هالصوره ابي هذا الشكل يمكن ما يكون مناسب لهم فهذا الشيء لازم يعني نبتعد عنه. يمكن نختار طريقه الميك اب الالوان اللي في موجوده صح. الستايل بس انه يكون مطالبه بانه تكون نفس الصوره هذا الشيء يمكن تكلمنا وتكلموا عنه كثير من البرامج انه ما يصير تطلبين شيء مش مناسب. احنا نقدر نقنع البنت ان هي تبي مثلا نفس هالالوان بس ما اقول لها انا ما راح ارسمك ما راح يعني اغير ملامحك اغير ملامحك اي اسوي لك تبرزين الملامح اللي يناسبك. هذه الخطوة الأخيرة. أيوة والحين بس بحط لها مسكرة ونقدر نضيف هي كحل أسود داخل عينها أو نحط بيج على حسب اللي هي تبي. لأن الحين الكل رد على الناعم فهذا بعد مناسب للسهرة. وبعد عفرة في بعض الأسرار اللي يستخدمونها خبيرات التجميل لإبراز الجمال مثلا تعطيهم حق مشاهدينا بعض الأسرار حاليا يعني مثلا عندك أحيانا يحطون اللون الأحمر خفيف في نصف الشفاء عشان إيه. تظهر مثلا أنها ممتلئة أكثر. أيوة سو يمكن في أشياء ثانية تقدرين تقولين يعني هدوم. حتى مثلا إذا الخد ما عندها خد إحنا نقدر بالكونتور نزيد الكونتور هني ونحط شوية بلشر نبين إن هي عندها خدود نفس اللي الحين انتهت الخطوة اللي انت أيوة سويتيها. أيوة استخدمتي اللون البرونز مع عقبها اللون الوردي ندمج الألوان. كل ما دمجتي الألوان وكنتي شاطرة في الألوان كل ما بينتي الشكل البشرة حلوة وشكل البنت أحلى صح. يعني إحنا المكياج بس نجمل إحنا ما نغير نبرز ملامح الشخص يعني الكحل العربي وايد يخلي العين احلى وجذابه اكثر صح.
الحواجب رسمه الحواجب تخلي مو مبينه انها وايد عصبيه ولا هي مبينه وايد مثل شريره، مبين شكلها وايد حلو سواء دوية. كانت ما تضحك او تضحك يبين شكلها وايد حلو. يعني فاكون انا الحين تقريبا خلصت، ما راح اغمج وايد الالوان. فاخر خطوه ان انا بثبت شغلي كله كامل، هاي نقطه وايد مهمه سواء كانت بالفيك سواء كانت بسبري ثاني على حسب شنو موجود عندها البنت. اثبت شغلي كامل وبهالشكل نكون احنا خلصنا. ما حبيت اسوي وايد الوان غامجه، لا ناعم اي ناعم، وتقدر هي تحط اللون الغامج تغمج، فهاي الاساسيات يعني. ايوه بشكل عام يعطيك العافيه اختي على هذا الحديث، وشكرا على الاستضافه. يعطيك العافيه حبيبتي، اتمنى المشاهدين استمتعتوا معنا. هذا هو كان مكياج ناعم الى مكياج سهره. فاصل ونحن نرجع نواصل. لكن ننضم الى متابعتنا، حياكم الله، مستمرين معكم في برنامج بيض ضحى. وبالتاكيد قلنا لهم في بدايه الحلقه عندنا خفه يد، فراح نخليها في الختام لان قريبا احنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. خفه اليد فن ترفيهي ابدع فيه مجموعه من الشباب في قطر، ونجحوا بتاسيس اول فريق خفه يد محلي. راح نتعرف على هذا الفريق عن قرب في فقرتنا هذه من خلال استضافتنا لاخوي الحارث علي واخوي محمد الدرويش. حياكم الله، سعيدين تواجدكم. بالتاكيد مشكورين ان نشوف عندنا موهبه بطريقه مختلفه، لان احنا سبق واستضفنا مواهب كثيره من فنانين، من رسامين، من كتاب، من شعراء، وهالمره خفه يد. الله يحييك يا اختي، واحنا اسعد ولنا الشرف ان نطلع معاكم ونكون موجودين هنا، واحنا اللي مستانسين وايد يعني من الاستضافه الجميله هذه. ان شاء الله راح نقدم لكم شيء ان شاء الله يعجبكم، نحاول نجنن لكم شوي ان شاء الله. يعطيكم العافيه اخوي الحارث واخوي حمد. تكلم اليوم عن خفه اليد، شنو الفرق بين خفه اليد وبين نقول السحر؟ طيب زمان يعني الناس يعني العصور اللي فاتت الناس كانت تشوف ان السحر اكثر شيء، لان زمان ما كان في شيء اسمه خفه يد. نعم. فالحين احنا في 2018، فاتوقع ان العالم كلها عارفين ان في شيء اسمه خفه يد، في شيء اسمه سحر. يعني اكيد ما بيطلع ساحر معاه جن بيطلع بيقول حق الناس انا معي جن، اكيد ما راح يطلع. فالشيء اللي قاعد نقدمه احنا هو خفه يد. الشيء اللي قاعد نقدمه انه كيف اخلي يدي اسرع من العين. فالواحد الشيء اللي يشوفه وما يعرف شنو هو راح يقول لك هاي سحر. بس في الحقيقه هي عباره عن خفه يد ومهاره، هو علم يدرس. الناس اغلبهم عارفين ان خفه اليد تجيب ورق بته كرت فوق كرت تحت خلاص، بس هي في الحقيقه علم، في مدارس وفي لها شهادات بكالوريوس، فالمجال كبير يعني مو مجرد شيء خفيف يعني. صحيح. لا هو دراسه وهي موهبه انتم تقدرون تنمونها. كل واحد كان مصاب والتقيتوا في بوسيبل تيم. حمد نتكلم عن هذا الفريق اللي مكون من 4 اشخاص صحيح؟ اي نعم. انتم الاثنين موجودين واكيد الاثنين قاعدين يتابعونا الحين، تحدثونا عن هذا الفريق. طبعا بدايه معرفتنا اول شيء كنت انا دارس في امريكا في لاس فيغاس تحديدا فتره من الفترات سنه وشوي، فتوقعت يوم اني رجعت اني انا الوحيد في قطر اللي عندي الموهبه هذه. طبعا الواحد يحتاج اصلا حق فريق، يحتاج حق دعم يكون معاه، حق يشجعني اي حق الستيج، وقت الستيج مش بس تشجيع يعني، يحتاج الواحد مساعده وقت التجهيز والتحضير. نعم. يكون شخص فاهم. فتميت بروحي فتره شوي، وبعد فتره اكتشفت ان في واحد اسمه حسن النعمه موجود في الدوحه ونفس الشيء له في المجال هاي، فتواصلت معاه وخذت وعطيت معاه وقلت له شنو الاهداف اللي في بالي انا، ايش رايك نسوي فريق، ايش رايك نسوي كذا. فقال لي والله فكره حلوه وبالعكس وانا معاك وجوهد يعني. قلت له ممتاز. وتمينا مع بعض وشفته وقعدت معاه، وش اللي عندك وش اللي عندي وش اللي انت وصلت له وش اللي انا وصلت له. بعدها اقترح علي الحارث كان نقله كبيره صراحه حق الفريق بشكل عام.
يعني ولا قصورا بالشباب الباقي، لكن ما شاء الله عليه يعني في خفة اليد تحديدا والورق نقلة كبيرة حق الفريق وساعدنا وايد الحمد لله، يعني واصلين مرحلة حلوة وقدمنا عروض وقدمنا تقريبا صار لكم سنة صح؟ أكثر من سنة، سنة ونص، سنة ونص تقريبا، سنة ونص قررت بالضبط. طبعا تقرين أفكار معنا جابر، لا تنسى جابر، جابر طبعا جابر كان معي أنا أول ما بديت أنا وجابر مع بعض كنا في نفس الصف، فنفس ما قال إحنا كنا شايفين إن إحنا اثنين بس في قطر ما كنا عارفين حمد وحسن، فبدينا مع بعض حاولنا ندرب نفسنا ونطور لين ما تعرفت عليهم من السوشيال ميديا. طبعا بدايتنا كل واحد فينا بدأ ينزل في حسابه يعني الشيء اللي قاعد يقدمه عشان يحاول يوصل للناس هالشيء اللي موجود، فمن هناك تعرفت على حسن سوشيال ميديا، بعدين عرفنا على حمد، اتجمعنا احنا الأربعة وكوننا الفريق. طبعا احنا مكملين معاكم ان شاء الله عن خفة اليد مو بالسحر، لكن راح نروح حق زميلنا عمر الشمري في مركز قطر المؤتمرات في احتفالية خاصة بيوم المعلم، ونصبح عليك بالخير يا عمر. نعم، صباح النور والسرور والعافية، تحية معطرة إلى جميع الزملاء وإلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم تحت شعار رسول العلم شكرا تم الاحتفاء والاحتفال باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، طبعا بتشريف وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأيضا سعادة وزير التعليم والتعليم العالي. اليوم يسرنا جدا أن يكون معنا ناس من مدراء وأيضا من معلمين في المدارس دارس تم تكريمهم، يسرنا جدا ان ناخذ معاهم كلمه في مناسبه هذا اليوم. اليوم معنا الاستاذ يوسف العبد الله، مرحبا ومسهلا فيك. يا مرحبا، حياكم الله، الله يجزاك، الله يطول عمرك ويسلمك، حياكم الله. بدايه نقول الله يبارك لكم بهاليوم وتكلمنا عن شعورك في هذا اليوم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه احنا دائما نفتخر بمعلمينا في قطر، واعتقد ان اهتمام دولتنا الفتيه في هذا الجانب كبير، واكبر دليل على ذلك تشريف معالي رئيس مجلس الوزراء في تكريم معلمينا اليوم، وتم تكريم 100 معلم ومعلمه في هذا اليوم، وهذا تقديرا لهم على جهودهم في الميدان، واحنا نقول لهم شكرا رسول العلم، فعلا شكرا، يستحقون كل الشكر والتهنئه. احنا والله نقول لكم شكرا ونثري على جهودكم المستمره ونهنيكم في كل يوم مو بس اليوم. نعم، شكرا، يعطيكم العافيه. استاذ يوسف العبد الله مدير مدرسه الوكره، مرحبا ومسهلا فيك. ايضا معنا اليوم اخونا محمد البلوشي مدير مدرسه حمزه بن عبد المطلب، شعورك بهذا اليوم؟ والله اكيد سعيد، ويعني نهني كل المعلمين لان هذا يوم يحتفل فيه العالم باجمعه، ودوله قطر طبعا نشكر حكومتنا الرشيده على احتفائها واحتفالها بيوم المعلم، وما خصصوا هذا اليوم الا لاهميه وقيمه هذا المعلم في خدمه المجتمع وابنائنا الطلاب، فلهم كل الشكر والتقدير، وفعلا رسول العلم شكرا. وحنا والله مننا لكم كلمه شكر وتستاهلون شهادات التكريم اللي حصلتم عليها، وحنا على قدر الامكان ودنا ناخذ لقاءات مع جميع المعلمين، ولكن هالكلمه الطيبه اللي نسمعها منك ومن غيرك دائما يعني نسعد بسماعها. الله يبارك فيك ويعطيكم العافيه، ومبروك لكل المعلمين المكرمين والمعلمات. الله يبارك لك اخوي محمد، شكرا. ايضا معنا اليوم احد الاخوات المكرمات، طبعا نتعرف عليها الاخت حصه الدرهم، مرحبا ومسهلا فيك. يا هلا مرحبا، اول شيء مبروك. مبروك. نعم نعم، الله يبارك. والله لو نرفعها شوي المشاهدين يشوفونها، هذه شهاده الشكر والتقدير الأستاذة حصة ناصر سيف عبد العزيز الدرهم، طبعا تستاهلين هذا التكريم، وكل معلمينا معلمين دولة قطر كافة المعلمين كلهم نبارك لهم بهذا اليوم، وكل من حصل على شهادة تقدير وتشرف اليوم بمصافحة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلهم نوجه لهم تحية من خلال هذا اللقاء. اليوم نبي منك كلمة. نعم تفضلي. أنا فخورة بنفسي وفخورة بكل معلمين دولة قطر بهاليوم، طبعا يعتبر هذا اليوم من أجمل وأحلى الأيام في حياتي، لأنه يعتبر تكريم من وزارتنا، فهاي شيء عظيم خاصة بحضور الوزراء في هاليوم. كيف نثمن هذه الجهود أختي حصة؟ يعني اليوم أنتم من تتكرمون هذا التكريم المشرف والجميل واللي كلنا سعدنا فيه، كيف يعني يدل هذا على اهتمام القيادة بالسلك التعليمي في الدولة؟ بالعكس، هذا يزيد فخر لنا ويزيد عطائنا ويستمر في العطاء، ان هذا يخلينا نثمر في هذا الجيل، لان احنا اللي نأدي بالاسلوبنا وطريقتنا في التدريس يبني جيل كامل، ليس فقط شخص واحد ولكن اجيال.
بارك الله فيكم وفي جهودكم. طبعا نشكرك اختنا حصه الدرهم ومبارك لك مره ثانيه، ونقول قفل المعلم وكفه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. طبعا يستاهلون المعلمين في هذا اليوم العالمي 5 من اكتوبر للمعلم، نهني كل معلمين العالم ايضا بهذا اليوم، ونسعد سعدنا بهذه التغطيه مشاهدينا، ونرجع بعد هذا الى الزملاء في الاستوديو. يعطيك العافية زميلنا عمر الشمري، ما قصرت أنت وضيوفك الكرام. المعلمين يستاهلون التكريم في حتى لو يوم في السنة أكيد، ولكن التكريم أكيد يكون من قبل أبنائنا باحترامهم وإعطائهم القيمة والقدر الخاص بالمعلم. كل يوم دائما وجه أبنائكم بإعطاء المعلم حقه. على كل حال مشاهدينا، ننتقل لفقرة خاصة لها طابعها الخاص، الجانب الشعري اللي كلنا نحب أن نسمع الكلمات الطيبة والإلقاء الجميل من شعرائنا. اليوم شاعرنا حصل على المركز الأول في مسابقة عد القصيد على مستوى دولة قطر سنة 2012، يعني المركز الأول كذلك في مسابقة قطر ترتقي بأبنائها الموهوبين فئة الشعر النبطي، ما شاء الله عنده قصايد عديدة في الجانب الوطني، وأكيد الجوانب الأخرى نتعرف إن شاء الله على شاعرنا شاعر درمان المفقاعي. صبحك الله بالخير. صبحك الله في النور، يا مرحبا يا أخوي نايف. الله يرحمك. صبح عليك بالخير أنت وإخواني متواجدين معنا في الاستديو، المشاهدين أمام الشاشات. سعيد بالظهور معكم في برنامج فيض ضحى. الله يرحب بك. في البداية دائما أحب أنا أركز على اللي يحبون أنهم يبدون في الشعر، فأسألك كيف كانت بدايتك في الشعر؟ أنا أشوف البداية في الشعر كانت بالنسبة لي أنا بدايتين مش بداية واحدة. بداية معرفة أني بديت أكتب قصيد، والبداية الفعلية اللي هي صارت في الظهور في الإعلام. يعني كبداية أنا عندي كانت 2006. شفت أنك تكتب. كنت أكتب 2006، كان عمري وقتها 9 سنين. ما شاء الله. لكن كبداية فعلية من عقب سنة 2012 تقريبا بدأ الظهور في الإعلام. بديت بنشر القصايد. بدينا في التواصل الاجتماعي مثل ما يقولون. قبل تنتبه على نفسك، من انتبه عليك ان انت لك كلمات متناسقه وتعرف ترتب؟ هذه بداها خالي. ايه هذه كنا اصلا مسافرين، ما احنا في قطر. إيه؟ صارت ازمه في الدوله اللي احنا فيها، فطلعت مني البيتين هذه وكانت وطنيه. ايه فانتبه لي خالي ابوه شاعر، ما شاء فهو الله. اللي حثني اني اكمل على الطريق هذا. الله يعطيه العافيه، يعني بصراحه طلع لنا موهبه. درمان، نتكلم عن دور الشعراء بشكل عام في الحصار، كل واحد حاب انه يطلع بموهبته، وانت من الناس اللي برزوا في القصايد الوطنيه. الحصار حث الكثير من الشعراء عندنا في قطر، انهم في شعراء معروفين لكن انقطعوا من الساحه لفتره طويله، لكن اجبرهم الحصار انهم يرجعون ويكتبون من دافع غيره ومن دافع حميه للدوله، وبرزت وجوه شابه ما كانت موجوده قبل الازمه. ف والشعب يدور الكلمات المتناغمة اللي تغنى بها سواء كانت وطنية أو، فالشعب يحب ما أقولك الموسيقى بشكل عام، لأن أغلب القصايد عندك مثل قصيدة الشاعر الكبير فالح العجلان، دولة قطر تصعب على من بغاها، صحيح. هذه يعني ترددت يعني وصلت العدد متابعين غير طبيعي. نعم نعم. زين درمان، وش تقول في الوطن؟ والله الوطن مهما نقول فيه ما نوفي حقه، لكن أقول يا هاجس تبدع ثمينات وجزال، من تبت عرف الهزل يا جزل لله، وبنات فكرك كل أبوهن على رجال، ما كل من هو يكتب البيت جنلة، ألا ليا منا بدينا بالأمثال، تأتي لنا مثل المزن مستهلة، ونحطها فاللي بهم فخر الأجيال، شيوخنا اللي كل عسرنا تحلها لاد ثاني رادعت كل عيال، من فوق قبة الخيل وما لجله، من عهد قاسم الصف لا صال، اللي يبرك كل طاغية محله، تشهد لها الوجبة بفكرة والأفعال، ويشهد لها اللي جاه زابنا بظله، وفي عهد أبو مشعل سقى الدار همال، من التطور سالف الدار كلها، حتى انبتت علم وثقافات وابطال، اللي يتعقد الحبل واللي يتفله، شيخ يشل هموم وافكار وامالي، لين شعبه فوق الامتانه شله وسلم تميم الحكم، والدار في عال من فضل رب الكون من دون خله،
ورسا تميم الفعل من جال لا جال القايد اللي كل مجدنا يدله خلى البلد من زود الأمجاد تختال وخلى العداء من ذلة وسط ذلة حنا معه بالحالة من قبل الأموال وحنا البتيع اللي يمينه تسله صح لسانك صح لسانك بعدي والله بعدي الكلمات هذه بصراحة مش مجرد كلمات أنت رتبتها أنا لمست فيها تاريخ لمست فيها حاضر لمست فيها معلومات حتى الواحد ممكن بس مو بس إنه يعني يسمعها لمجرد المدح والمديح في الوطن إن شاء الله إحنا راجعين وبنتكلم إن شاء الله أكثر ونروح لزميلاتنا حنين وشيخة تحية لك وتحية ضيفك بالتأكيد وسعدين أن نسمع هذه الأبيات الجميلة وصح لسانك بالتأكيد وخلونا مع خفة اليد جاهزين طلعت اللي هو رأيكم شغلة اليوم نبلش يعني على طول نبلش على طول إن شاء الله ليش لا طبعا أنا قلت لك أبي تفكرين باسم قبل الفقرة بس تبي تفكرين في اسم شخص من الطفولة. أيوة. حلو. عندك اللوحة والقلم. أيوة. تفكرتي فيه طبعًا. فكرت. أبيش تكتبينه. أوكي. أكتبه؟ إيه نعم أكتبي. شيخة خليك معي شوفي معي. إيه أبي أشوف أنا إيش تكتب. صبري بس يمكن في شيء مني. لا لا ما في لا ما في. صديقة قريبة وايد. زين كتبت الاسم؟ كتبت الاسم تقدرين تلفينها على الكاميرا؟ اوكي نلف مع بعض اوكي لف يلا اوه ابركا دبرا هاي صح هذه مو صديقتي هذه اختي بعد شوق بس انها ضبطت بس الصراحه خطك وايد احلى لا انا كتبت على السريع خلنا نعدله مره ثانيه دام فيها بيشوفون الخط طبعا ما تقدر تقول لنا الاسرار لان هاي اسرار البنا بالتاكيد شاركتوا في كثير من الفعاليات صحيح شاركنا فعاليات كثيره وناويين ان شاء الله باذن الله يعني كهدف رئيسي زين جرب معي انا جرب معك انت اي حين هي كتبت هي اسم جرب معها ايش تبي نكتب اكتب اسم لا ابيك انا بكتب لك رقم أوكي. إيه؟ وانت قولي لي اذا كان الرقم هاي يعني لك شيء ولا لا بس هي تكتبه بعد ولا لا انت بس مجرد انك انت تكتبي انت يعني ما له داعي تبي تكتبين اكتبي اكتبي عشان نشوفه أكتب شنو الرقم في بالك حطي رقم في بالك لا ابي تكتبين رقم بطاقه البنك لا عادي طلعها على الهواء كلش بدون اخر رقم اكتب اخر رقم بدون اخر رقم ثلاث ارقام ثلاث ارقام اوكي 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 نفسها اوكي زين بين ما يكتبون الرقم تحدثونا اكثر عن النشاطات والفعاليات اللي انتم مشاركين فيها سواء المحليه او طبعا احنا شاركنا في ثلاث دول قطر قدمنا عروض في الكويت بسم الله الرحمن الرحيم انا خفت بغيره اخاف الاقي رصيدي صفر امسحيه بسرعه قدمنا عروض في الكويت ايوه وفي بريطانيا قدمنا عروض خلال هالسنه قدمنا 17 عرض كان أنا مسحت أغلبها كان في واحدة من سكاي كلايمرز أيوة. أشوف لا 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 تمسح مسرحية يعني روحي مشاهدين إنك أنت كتبت نفس رقمي لوحتي بينت أتوقع هم شافوا أي طبعا إحنا كتبنا ثلاث أرقام بقي الرقم الأخير يعني تبي نكتبه؟ لا أكتبه كم في رصيدي؟ أكثر من ستة إي أوكي فقدمنا في سكاي كلايمرز أيوة. قدمنا كان يوم اليتيم قدمنا عرض يوم اليتيم وقدمنا في مسرحية أم الأفاعي كان أسبوع قدمنا عرض كامل مدة أسبوع في بريطانيا قدمنا في اليوم الثقافي للجالية القطرية في بريطانيا قدمنا وفي الكويت قدمنا في قطر زون حلو يعني مشاركات دولية ومشاركات دولية محلية بالضبط. أنت مجهز لنا أكيد كم جهز لكم شيء أنا أيوة بين ما تجهز لنا طبعا كانت مشاركات أيوة. متنوعة ناويين إن شاء الله بإذن الله يعني أنا عندي ثقة كاملة في الفريق وفي الشباب إنه ممكن نقدم نفس العروض اللي قاعد تتقدم أصلاً في فيغاس وتقدم في الدول الثانية نشوفها في قطر نشوفها في قطر لكن طبعاً تحتاج إلى مسرح خاص تحتاج حق دعم قوي يعني بس إنه الدعم إن شاء الله راح يكون موجود بإذن الله مع الوقت اثناء الواحد لما يثبت نفسه راح يجي لك كل شيء بس خلينا نشوف احنا ايش بيسوي الحارث انت يعني مساعد مسرح انت مساعد خمنت ارقام خمنت اسم خلينا نشوف الحارث ايش يسوي شغله قوي شوي اوكي
طبعا اي كيوب في العالم ممكن تحله باكثر من 400,000 طريقه، تلخبطها باكثر من 400,000 طريقه مختلفه. اوكي، ممكن تحله باكثر من 400,000 طريقه مختلفه. الشيخ عندك طريقه تحلينا؟ عندي قاعده تشوف تقدير. الحين راح اخبط الكيوب انا معاكم. اوكي، راح اخبطه واحله مره ثانيه. بس قبل ما ابدا ابيكم تعرفون ان كل كيوب في العالم له طريقه مختلفه عن الثاني. اوكي، كل كيوب في العالم له طريقه مختلفه. انا عندي شيء كل مره اسويه والناس تقول لي شلون، اقول لهم كل مره اقدر ارجع في الزمن. ترجع في الزمن؟ اي، فالناس دائما قاعد تقول لي كيف تقدر ترجع في الزمن. الحين انا راح الخبطه، راح احاول الخبطه لخبطه يعني صعب ان واحد يحله. اوكي، والاغلب يقول اصلا صعب العوده في الزمن، صعبه وهاي كلام فاضي و... بس الحين هو قاعد يلخبطه، ما قاعد يرتبه. اي قاعد يلخبطه هو واقعيا ان العوده في الزمن ما يعني ما تصير، ما حد يقدر يرجع في الزمن. قاعد ترتبه ولا قاعد تلخبطه؟ لا قاعد يلخبط فيه الحين. قاعد ضبط فيه الحين؟ قاعد يلخبط فيه. فابي ارويكم انه شلون انا اقدر الخبطه. اوكي، بس انت اوكي صح طبعا. لا لا، كل شيء بيعتبس، كل شيء الحين الابيض ترتب، الاحمر قاعد يترتب، والاحمر قاعد يترتب. الكيوب ممكن وانا قاعد اتكلم معاكم. زين ايش علاقه الزمن فيها يعني؟ الحين الحين هو كم خذ عشان يرتب؟ كم خذ عشان احل الكيوب؟ ما اخذت وقت وايد يعني. ما اخذت وقت وايد. اوكي، ما اخذت تقريبا دقيقه. الحين شوف راح الخبطه. اوكي، لخبطت الحين. ايوه الحين لخبطت. الحين انا خذيت تقريبا 50 ثانيه عشان الخبطه. فالحين بوريكم شلون انا برجع في الزمن. اوكي، احطه داخل. بس نشوف الكيس في شيء داخل. أوكي، ولا لا؟ الحين برايك. بالي بتشوف. قاعدين لكم قاعدة. رجعت 10 ثواني. بتشوف الكيس في شنو؟ في شيء ولا لا؟ رجعت 10 ثواني. الكيوب رجع محلول. ترتب. في ناس كثيرة تقول لي إن في كيوب ثاني. أيوه. ما في. نشوف؟ ما في. ليش ما تبي تعطيني؟ أعطيني الكيس. أبي أشوف الكيس في شيء. هالمرة أبيكم. ما في شيء بالكيس. لخبط الكيوب. يلا شيخة. لخبط الكيوب بالطريقه اللي انت حركتها. نفس اسوي نفسه، اسوي نفس الحركات. نفس الحركات وبعدين احطي في الكيس وغيري. هجيني يتغير. اعطيني اياه. جربي، يمكن الكيس فيه شيء. انت لخبطي، انت سوي اللي تبينه يعني. ما انا من شوي لخبطت اللي تعجبك تسويها. ومثل ما قالت عندك 400,000 ما ادري 400,000. زين ليش ما اعطيتها الكيس وخليتها هي تسوي تجرب فيه؟ عندك كيس. انا راح اوريها. مو بانا الملخبطه، هي اللي راح تخبطها. ابي نفس الكيس. اعطيني اياه. ابي نفس الكيس. نفس الكيس. انت بس. اوكي. تمام؟ واسوي نفس الكيس. الحين في الكيس في شيء واضح كأنه في شيء. رويت مياه. اوكي. زين لخبطت انا الحين. لا بتشوفين. لخبطتي؟ اوكي. خلاص يلا. راح اخذه. تمام؟ الحين هم بيقولون انتم جايين تبون تكشفونه ولا تبون تستضيفونه؟ اوكي؟ لو سويت كذا راح ارجع 10 ثواني، كيوب راح يطلع حلو. بس كانت راح تكون احلى لو ما في كيوب ثاني. ركزوا معي، هالمرة ركزوا معي، اوكي؟ بس الحين في شيء بعد. اي برويكم. اي عادي عادي عادي. ابيك تديني يدك كذا، اوكي؟ سكري على الكيوب. اوكي. الحين الاصعب من انك تحل الكيوب. هذه كيوبك اللي انت خربتيه. بيطلع لي شيء تخرعوني. الاصعب من انك تحل الكيوب انك تلخبط الكيوب. اوكي؟ ايش بيطلع منها يعني؟ احنا قلنا عندك كم طريقة تلخبط الكيوب؟ اوكي. لخبط الكيوب. 400. لا لخبطها انا ولا ستم كذي. اوكي. اي تمي كذي. الحين لخبطت الكيوب من شوي صح؟ اي اوكي، اعطيني الكيوب. اوكي، هاي الكيوب انت لخبطتيه من كم؟ من ثواني صح؟ لو انا لخبطته صح معناته ان الكيوبين متطابقين. متطابقين. لو الوجهين متطابقين يعني وجهين الثانيين ويرز يعني. ما انا شفتي غيرته شوي. اي متى تعطونا دوره؟ الوجهين متطابقين. هي لازم اضبطهم صح. ايه اوكي، اول وجهين تمام، ثاني وجهين وينه؟ دقيقه. هناك هناك يبي له. لا صح، كان صح صح. أيوة. صح صح صح، متطابقين نفس الشيء. متطابقين. اوكي، لو شايفين مربع. نعم. مربع نفس الشيء. اوكي، طبعا صعب ترتيب الكيوب بنفس الطريقه اللي انت خربطتي فيها. فالحين انا سويت وجه واحد كان صح. لو شفتوا معي وجه الثاني صح. صح. لو وجه الثاني صح راح يكون عندي وجه ثالث صح. لو شفناه راح يكون الوجه الثالث صح. عندي خطين. الحين راح اجرب شيء ثاني. اوكي، احنا ما عندنا وقت وايد. ايه؟ ودنا نجرب معاكم كل
هالمرة أبيكم اللعب الموجودة عندكم. هالمرة أبيكم تركزون معي، أوكي؟ طبعاً بخصوص الخدع، في ناس تسأل دائماً تقول كم خدعة أنت تقدر تطبق أو كم خدعة تقدر تسوي؟ إحنا عندنا أكثر يعني تقريباً كل الخدع اللي ممكن تصير أنا أقدر أسويها، لكن كل خدعة تحتاج حق شغلات معينة يعني. نعم. مش كل، وهذه الشغلات المعينة أنتم تجيبوها من دول طبعاً مختلفة. زي الباب. أي. آخر خدعة يسويها عشان معدلات. أوكي. أي. هالمرة قولي لي ستوب في أي مكان أو وقف في أي مكان. ستوب. هنا؟ أوكي راح ناخذ الكرت. كاميرا معي. أيوة. شايفين الكرت؟ أوكي. راح آخذ الكرت. أوكي. راح أقص. معي. ركزوا معي. شايفين النص؟ إيه شايفتها أنا إيه. إيه. شايفت. صار تحت. لو قلت لك إن النص صار تحت الكيو، راح تكون قوية. كانت تكون قوية. إيه إيه. بس الأقوى مو يصير تحت الكيوب، يدخل داخل الكيوب، صح ولا لا؟ تفتحها يعني من مكان معين. إيدي ما فيها شيء صح؟ أيوة. آخذ حتة من الكيوب. أوكي. أحاول أفتحها. في شيء داخل. أيوة. هذه الورقة. أيوة. تقدر تطلعيها. شيخة حاولي تطلعينا. عملية صدق. أيوة. لو تأكدنا راح نلاقي إنها النص نفس النص. ترجع الحين تكون ورقة أيوة. جديدة. إحنا مضطرين طبعًا ننهي الفقرة، الفقرة جدًا جميلة. أخونا حمد درويش وأخونا الحارث علي، كل شكر وتقدير لكم طبعًا على خفة اليد، استمتعنا في هذه الفقرة جدًا فعلًا. الحمد لله. يعطيكم العافية، وإن شاء الله قريبًا نشوف مسارح تدعم الشباب والطاقات الشبابية، وإن شاء الله نشوف بعد كذلك دورات تقدمونها للشباب علشان هذه بإذن الله نكون متواجدين في 2022 كمسرح ك. إن شاء الله. إن شاء الله. والشعر معكم. الله يعطيكم العافية. وإحنا كشفين الموقع ترى من وراء، عرفنا كل الحركات اللي صارت. إحنا مستمرين مع شاعرنا درمان النفاعي. الله يرحب بك. دائما الترقب للشاعر، ممكن يبون يعرفون عنك معلومتين ويسمعون 10 قصائد هذه. فلو تسمعنا قصيدة بما أن قمنا نوصل لمشارف الختام بإذن الله. بسمعكم أقرب قصيدة عن نفسي أنا، قصيدة وطنية للموقف اللي صارت عليه. قلت اسمع يا ابن ثاني من الشعر تعبار، شعر ينوم سمحت من المسيرة، من شاعر لا غاص قبات الأبحار، ما جاب كود الدرة ولا العسيرة، حنا التحالف لك على وجه الأخطار، وحنا لك دروع ومحزم ذخيرة، وحنا خليج الدار يا سيد الدار من دون مجلس يا زعيم الجزيرة، وحنا خليج الدار يا سيد الدار من دون مجلس يا زعيم الجزيرة، الآمر الناهي على سر وجهار، وشعبك يلبي فالأمور الكبيرة، وليعتزينا في قطر نشعل النار ونحرق بها الليل الرداء مستثيرة، من دونها يا ويش نبغى بالأعمار، وأعمارنا من دونها والعشيرة، واللي رغى من بعد ما كان هالدار ما هو بحنا يا الوجيهة السفيرة، من خلقة الدنيا ودورات الأقدار، وحنا نشرب الفنجال ونقول غيره، وكم حاكم من بعد فنجالنا صار تحت الوطى مدفون شره وخيره، الله خلقنا للعبادة والأذكار، والله جعلنا للمعادية مصيرة، وعقولنا تسوى بلادين وقطار، ويديننا مثل السيوف الشطيرة، ما حن بحاجة للمدافع يا الأحرار، وإيماننا لومة تتقفي بديرة. الله سلام. عليك الله عليك، صح لسانك، صح الله بدنك. هذه انا سامع، هذه منتشره، هذه اخذت حيزها اعتقد، هذه من بعض القصائد اللي انتشرت في الفصل. ايه لا ما شاء الله انا سمعتها، وكان لها انتشار اعتقد في بدايه فتره الحصار. صح صحيح صحيح. الله يقويك. دائما تواجد الشعراء اللي يحبون انهم يدخلون في المجال صغار، يعني يكونون توهم باديين لكن يحبون يسمعون النصيحه، أو مرات ممكن بعض الكبر يمنعهم، فشنو ممكن ننصح اللي يحب يدخل هذا المجال؟ أول شيء الشعر يكون بشكل فطري ما يكون دراسة، فأغلب الشعراء تلقى يا أبو شاعر يا خالة أحد من جماعته، فهنا هو ممكن يروح يلجأ له بدون أي إحراج أو
انه يقول انا ماني برايح اسال عشان ما يقول لي قصيدتك فيها وفيها، لكن اذا بيروح يسال شخص يعني من خارج البيئه اللي هو فيها، هذا يشوف انه فيها خطا على نفسه شوي. فاغلبنا كان يستشير اللي اقرب شخص له من اب خال ولد عم. هذه كانت البدايه. انت كان خالك؟ انا كان خالي وعيال عمي بعد شعره. الله يقويك الشاعر درمان المفقاعي، تشرفنا بك وكان لي الشرف صراحه اني اتعرف عليك. شرف لي وسعيد باستضافتكم. الله يجزاك خير. ومشاهدينا وصلنا ان شاء الله لختام حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله اسعدناكم وتوفقنا بما طرحناه، وان شاء الله يكون خميسكم جميل والجمعه والسبت وتكونون جاهزين لدوامات الاحد باذن الله. باذن الله. يعطيك العافيه. الحين انا يمكن تعلمت شيء، اكتبي شيء. انا كتبت. اي كتبت. اي انا بحاول نطلعها. مع السلامه. مع السلامه. ضبطت. Thank you.